نفضي وقتنا ولا يا فهد؟ خلاص ترى مدحنا واجد، شوف لنا مضاربه ولا شوف لنا. طيب خذ لك مضاربه. فيه مقطع انا ما ادري ايش اسميه صراحه، مقطع خلينا نشوف المقطع اللي جي. طيب الصوت طالع الآن، تشوفون أمامكم على الشاشة الأستاذ حمد المري، حمادة الكبير الذي لا بد أن يخدمه الصغير. الكبير يقول الصغار يعني يخدمونه، والرسول صلى الله عليه وسلم أيها الكبير وصى وأمر بأن يجلس الإنسان حيثما انتهى به المجلس، يعني بالمنهي أنك تجي وتقوم شخص من مكانه. هل عندك صك طال عمرك على هذا المكان؟ هل تمتلك أو وقعت عقد مع القناة أن هذه الزاوية اللي على شارعين هي خاصة بحمد المري؟ يا أخي هل سؤال؟ أنا عندي سؤال، هل وقفت على هذه الحركة؟ يا أخي من المعيب أنك تظهر على الشاشة يا أخي تقول تنتقد لبس أخوياك، هذا ما هو بلبس رجال وهذا ما هو بلبس رجال، ثم تذهب لأصدقائك أنت قم صبنا قهوة، أنت صغير قم صبنا قهوة. إيش يقول سعد بن جدلان؟ يقول مثل شغوم على شبة الخوة ولوف يتغانم شبة النار قدام أخويا. وقالت العرب أن خادم القوم هو سيدهم، ما هو الرجال طال عمرك اللي يجلس على المراكي ويقعد يتأمر على الرياجيل. وما تجيني طال عمرك تقول خوة وما خوة وإحنا بنت صافة بيننا، لو أنك مقدر خويك ما تقوم تامر وتنهى عليه كذا بهذه الطريقة، تسفل فيه بهذه الطريقة، تجرح بهذه الطريقة. أنت متسابق، لا تكون وقح مع المتسابقين يا صديقي. بأي حق يا أخي في الشرع ولا في السنة ولا في المرجلة أنك تجي عند رجال وتقومه من محله وتجلس محله؟ حتى في المسجد لا يحق لأحد أن ينهض رجل من محله. الله سبحانه وتعالى قال في الكتاب يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا، افسح يعني ازحف لي جنبك، ما هو قومي في المجالس فافسحوا. والرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر البخاري ومسلم وغيره كان يقول إذا دخل أحدكم المجلس فليجلس حيث انتهى به المجلس. أما تقوم بحجة أنك كبير سن، كبر سنك هذا لا يعني أحقية الوقاحة التي تتعامل بها مع أصدقائك، وهذه مناظر مستفزة جدا يا أخي تتعامل فيها بفوقية. ونلاحظ كذلك حمادة ترى ممارسات هذه ما طبقها إلا على 3-4، الباقي ما قدر يطبقها عليهم، لأن الثلاثة أربعة هؤلاء يحترمون أنفسهم. في ناس باختصار زبدوا له يا فهد، اللي زبد له حمادة من النوع اللي تزبد له يمشي معك سيده. دور على من كلم نواف وعزيز ثامر وعزيز زبدوا له ما عاد قال لهم شيء، تلقاه مع عبد الله الشهراني عشان يحترمه، تلقاه على نواف العتيبي عشان يحترمه، تلقاه على عبد الله الشليهيب عشان يحترمه. يا صديقي الناس إذا احترمتك ترى ما هي بتسكت لك، خلاص الناس قرفت ترى مره مرتين ثلاثه كل شوي تعلم الرجاجيل المرجله، الرجاجيل جايه من عيال قبائل وبتعلمها المراجل من قبلك ولا فيها شيء. ولا هم جايين هنا يصبون قهوه لك يا حماد؟ اخدم نفسك، ما حد جاك يصبك قهوه. ادبا اذا كنت تنتقد الناس على لبسهم وعلى اشكالهم، من المعيب يا شيخ حماده انك تطلع بقميص النوم امام الناس اذا كنا نتكلم كذا، هذا عيب. والله يا البدله انها اجمل على الشاشه من قميص النوم يا اخي. انا والله رحمه البارح عبد الله شليهيب يوم دخل عليه على نفسه بعد وقال قم، قام الرجال لانه بالبده ولا بيجلس فوق، قام ما عاد في مكان راح تقعمز على العلكنه ولا تسلب حتى غسان حقه، حتى قام يطلب اكلات ما هي موجوده، يقول ابغى شاورما، خايف شاورما ما في، والله انه خايف شاورما ما في. دخل عليه واحد لا اله الا الله خلق في مدري متى خلق، دخل عليه قال قم فدت فيه، قام المسكين روح يجلس قعمز على زاويه الكنب ضامه ظهره. طيب والله انه لا تسكت على الرجال. ثم شف حماده ما انت بكوميدي، لا تصنع كوميدية بس نهائيا، شكرا، خلك بكريزماك اللي معروفه عندها لك. اعطيك شيء مبارك يا رجل. دقيقه يا محمد، الرجل انا تابعت عده لقاءاته منها تحت الضوء، رجل متناقض، رجل ينبرش حتى على نفسه. انت وين انت رايح؟ ثم تكلم من ثامر مدعث، تقول انت تكلم تنقد ثامر مدعث على ملابسه، وتطلع اليوم صلاه المغرب في قميص النوم. البارح ناصر الحربي قال قميص النوم لا يطلع عشان، لأنه هو طالع بهمس ترى. إيه؟ قال تكلموه واحد من الشباب سأل ناصر قال يا ناصر قميص النوم، قال هذا حتى ما هو من الذوق العام، اليوم صلاة المغرب قميص وكاب الله ويصلي، وراح بعد الصلاة غير ملابسه ورجع في الفقرة صلب ثوب صلب ثوبك صلب ثوبك. الإمام الطبري
كان يقول أن دائما من زاد شحمه ولحمه كانت نفسها خفيفة وفكاعة. الله يبشرك بالخير والله أنك صادق. وهذه وجدتها فيك، وجدتها في سعيد درعان، وجدتها في كلمتي إلا حمادة. هذا زاد شحمه ولحمه فزادت وقاحته وزاد الخطاح على الناس. فهد نظام نظام أضربك في الزفة وبوسك في اللفة غلط. اللي يتخذ حمادة ويجي يقول إحنا أخوان. هل يا حمادة اللي أنا عبد الله الشلهيب محترم ما رد على الشاشة تتكرر هذه التصرفات معه؟ ليش ما سويتها مع ليش ما سويتها مع الجوزة؟ ليش ما سويتها مع ابي شعفون؟ لا يا خا من ردة الفعل ما عليك. ليش ما سويتها طلع في عمرك مع غسان الشهراني؟ ولا عشان ذول الرجال جلس والله مع عبد الله البارح انه ضامني بيعن والله وجعنا كلنا والله بيعنه من اللي جاء البارح. انا اتوقع لانه كان معطي الكاميرا ظهره، حتى انا اتوقع ان الرياكشن اللي يوم جاء عبد الله كفذ فيه كذا قال قم. مستحيل قمت هذيك انه قايم وهو في كامل حتى لا لا ما قال قم ما قال قم، سحبه بيده سلامات يا اخي. والنظره كانت حاد. كان العامري يبي يتدخل، واضح ان اللقاء ليس عفوي. يعني معليش احنا نسمي الامور بالمسميات، مو عفويه لا 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 والله مو بخوه ولا عفويه، وانها في قلب الشلهيب حتى لو ما اعلمك شيء. حتى طال عمرك في مع زياد على المسرح الان فقره رسميه ومدير قناه تجي بكل بجاحه تضرب الرجال على كتفه، انت ما انت بشايف الرجال شيء. لا ميانة هو ما يعرف. أنا كامل يعرف زيادة. أنا ما قد ضربت الضربة. أنا وياك ميانة يا شباب. أنا ميانة أنا كامل يعرف. يرى شوف هي كلمة واحدة أنا أقولها الحمادة، الكلمة ما دامت هنا تركتم لك إذا خرجت خلاص، لكن طلعت من ذا ما عاد يبلك دي في درجة جي. والمثل يقول لسانك حصانك إن صنت حصانك وإن خنت خانك. والله الرجال ما هم بشوي بيحترمون وبيقدرون مرة ومرتين وثلاث وأربع، ثم بعدها ترى توقع أي ردة فعل من واحد من اخوياك. اذا انت تقول انا كبير والكبير يقدر والصغير يحترم الكبير، لا، لكن الكبير يرحم الصغير غلط ويقدر الصغير كلامه كبير. هل هو قدوه يا كلامه بعد؟ غلط يا ابو عبد الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يوقر، التوقير يعني الاحترام، يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. بهذه الطريقه انت ما ترحم اخوياك، ما ترحمهم من كلام الناس، ولا ترحمهم من عمرك، ولا ترحمهم من لسانك. ليه؟ يقول حصل البارح عبد الله الشلهيب في الفراش يقول حماده حماده حماده، يحسب انه بيجي يتكلم من فراشه. مسكين جاه توحد اليوم كله جالس فوق العريش الحاله. مسكين يقولون القوه في النخل. يا شيخ صلي على النبي. صلي على النبي. نواف العتيبي صار يشوف حماده جالس في جلسه يبعد منها. لان نواف العتيبي ما جاء متسابق غلط، جاي يصب قهوه الحماده. هل تدري في جاي يصب قهوه وشاهي الحماده تغير. هل بسأل سؤال قبل شوي اول بعدين اروح. هل يعني ما ودنا نفتن امانه، لان في مقطع طلع لاحد المتسابقين لما شاف حماده اقبل ايش يبي ذا ايه خلق مغثت والله طلع هوا بس تمسك لانه يجلس في الجلسه. اسكت احترموني انا ما ابغى احترمك، انت ما احترمت نفسك. تدري شني خايف منه يا ابو محمد؟ انا خاف لا يكون عند الرجل هذا داء العظمه اللي يحب يتصدر في كل مكان. دخوله البارح وتصدره في 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 وجه المجلس في وجه الجلسه دليل ان الرجل ما هو براضي في مكان. ابو مبارك ما هو براضي يبغى البروز. ابو مبارك البروز بفعلك ما هو بحركاتك. ابو مبارك فديت قلبك. هل هو دقيقه اسمعني نقطه تفضل. فديت قلبك. اذا كنا نقول انه يبغى يتصدر المجلس بيش بعلم ابغى اجلس معذره الواجب بعلم انت ما عندك علم غسان ولا بسام ولا يحيى ولا عندك سوالف سعود الجوزه. بشعر ما عندك شعر الوايلي ولا عندك شعر العنزي. بصوت ما عندك صوت ابن شعفول ولا عندك صوت سعود. بايش تصدر؟ بماذا سوف تتصدر؟ ما عاد مع الاخلاق او ام تتصدر الا بالادب. تادب نقطه خاصه. هل هو يعني خلينا نقول يبغى يتصدر ويضيع الطريق؟ لا 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 ما ضيع. ما هو بيضيع الطريق ها؟ ولا هذا طريقه؟ لا انا اتوقع انها الطريقه اللي تعرف اللي من حركاتها يعني. تعرف اللي يقول بأثبت شخصيتي وافرض نفسي. داخل غابه انت ولا داخل مسابقه؟ الناس ليست بغبية ونحن ننظر الشاشة ونعرف من المميز واللي ما هو مميز. أنا بعطيك مثال الآن بهاج، مع أني أكره الألقاب، عايض الأكلوبي. عايض الأكلوبي إيه عايض الأكلوبي تميز برياليتي بعفويته بأدبه مع سعد مع سعد مع نواف مع ثامر مع عزيز. أحمد رحيم أو أحمد رحيم تميز كذلك بعفويته وبأدبه واحترامه. يا أخي نواف نواف مع أنه صغير سن أصغر نواف أصغرهم سنا يا أخي برز يا أخي بأدبه واحترامه سواليفه مو لكن لا ما خلاه يتميز لأنه في كل مجلس يجلس يقوم حمادة يصب قهوة. قم يا حمادة أن تخدم خوياك سيد القوم خادمهم ما هو باللي تأمر عليهم يا حمادة. ما تجيني بعد الهوا زي ما جاك الأستاذ تركي قبل شوي وتقعد تقول لا إحنا أصدقاء وإحنا. أنت شايف الرجاجيل ما هم متربين تيجي تبغى تعلمهم المرجلة الترحيم؟ هذه فوضى.
أكتفي. لا أنا بس تعليق أخير وبسأل سعيد فيه. طبعا هذه ليست إحنا ما كنا نبغى نبدأ الحلقة مالا، لكن لأن شفنا الموضوع زاد حده كان ولا بد أن يكون لفوكس نقطة حتى ينتهي هذا الموضوع. سلامك لك يا حمادة، لا نقبل مداخلات اليوم. اعتذر حمادة من يحيى الوهيبي أخونا من عمان، وكان أخونا يحيى جزاه الله خير خلنا نقول قبل العذر وطلع في المسرح في التصفيات وتعذر وقال إحنا أخوان، وخلنا نقول رجع الموضوع. هل سيكثر المعتذرين واللي رجعوا الحمادة يا سعيد؟ ما دام لسانه منفلت ولا يتحكم في نفسه فلا، ما راح توصل إلى الاعتذار. ما راح توصل الاعتذار، الريين ما عاد بيقولون العذر. يعني كل شوي يخطئ ويعتذر، إلا في حاله إذا كانوا يخافون، إذا كانوا خوفون. هذا شيء ثاني. لا فإن وإن له رجل. هذا شيء ثاني. نبغى نسكت عشان نسلم النساء. دقيقة، لا شفت أحياناً، يعني أحيان بعض التصرفات ما للإنسان ملاذ إلا الصمت. يعني مثلاً جاء واحد أنا أعرفه تحت الهواء، يعني لسانه مفلوت. غلط. شخص خلنا نقول كلمات صدرت من سجلت تقريباً 4-5 ألفاظ طلعت من حمادة. يا أخي أنا بشتري، خلنا نقول بشتري راحتي، بشتري مزاجي، بشتري خلنا نقول المشاهدين الكرام واحترامهم، أبقوم ليش أدخل في جدال؟ إلى حد الشاعر عنتره بن شداد يقول: وإذا بوليت بظالم كن ظالما، وإذا لقيت ذوي الجهالة فجهلي. عمرو بن كلثوم يقول: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. إلى حد أنت صديقي وأخي وحبيبي. بعدين بعدين إلى حد معين. بعدين تو البرنامج اليوم اليوم يوم 9 أخطاء حمادة 20 يوم 9، يعني ما قد وصلت إلى مرحلة الهدك والضغط اللي تفضفض اللي تنبرش على اخوياك. انت في يوم 9 هي واحده من الثنتين يا محمد، ولا اقطع مرودك الا بفتاك. هي واحده من الثنتين، اما ان الرجل يحب يتصدر المشهد ويكون هو قائد المجموعه، وهذه بعيده عنه، لن تكون باسلوبه هذا. ما يمتلك صفات القائد؟ لا لن لا تكون. لا لا، القائد تدري من؟ القائد سلطان الهميد. القائد الحقيقي اللي يشوف اخوياه يراعيهم، يبديهم، يدفهم، يوجههم. شفت موقف سلطان الهميلي انا اوقفك مع ضاحي؟ بعلمك معلومه خارجيه ارجوك تخليني اقولها، ممكن يزعلون على شيء. هل تعلم ان احنا اضطرينا ان نطلع فاصل مرتين عشان حمد المري؟ تدري؟ عيد مرتين، ما هي مره، مرتين. انا عارف، لكن نسال الله ان الله يصلح قلبه. الله يهديه. ويهدي. نعم. ويراعي اخوياه، لأن أخوياك في نفس المسابقة معك ويطمحون للي تطمح له أنت. فكل أخوياك، يعني بالمختصر أختم كلمة واحدة: ضع لك بصمة وخلك أثر طيب. نروح تقال الله يذكر ذاك الرجال بالخير. إيش تختم به فهد؟ أختم أسأل الله تعالى أن الله يوفقكم يا شباب، إحنا متفائلين فيكم. يا حمادة أنت جميل في المجمل جميل، لكن تجنب هذه التوافه التي تظهرك بالمنظر السيء. الجميع مميز، نتمنى أن نرى نسخة مميزة يخلدها التاريخ في برامج الواقع. وهذا المأمول بإذن الله تعالى أن هذه النسخة مميزة جدا، نتمنى لهم التوفيق. بالنسبة لحمادة هذه بس قرصة إذن، تنبيه، هي رسالة بسيطة حتى يعني خلينا نقول تفك خياك من شرك باختصار من الآخر. إحنا عندنا اليوم لقطة ختام.